ومعنا من الإسكندرية مراسل بي بي سي محمد حميدة. أهلا بك محمد. وزارة الصحة المصرية أعلنت منذ قليل عن حصيلة جديدة للضحايا التي ارتفعت إلى 41 قتيلا، بينما تتحدث مصادر أخرى عن حصيلة أعلى. ما الجديد لديك حتى اللحظة؟ الحصيلة أعتقد طبقا لما صرح به لنا المتحدث باسم الصحة المصرية وصلت إلى 41 قتيلا و 132 جريحا، هذا طبقا لما قاله لنا المتحدث باسم الصحة المصرية. حتى الآن وزارة النقل المصرية انتهت منذ ساعات قليلة من رفع آثار الحادث وتشغيل خط واحد فقط من خطوط السكك الحديدية الواصلة ما بين القاهرة والإسكندرية. هناك لجنة بالفعل من النيابة العامة وصلت إلى موقع الحادث في وقت متأخر من ليلة أمس، ووقفت ربما على التقديرات الأولية لأسباب الحادث. شهود العيان هناك حينما ذهبنا إلى هناك والتقينا ببعضهم قالوا إنه كان هناك قطار متعطل يقف في طريق القطار السريع القادم من القاهرة والذي ارتطم به بشكل كبير ونتج عنه كل هذه الوفيات. أنا الآن أقف أمام مستشفى العامرية، هي إحدى المستشفيات التي استقبلت بعض المصابين الذين توزعوا على عدد كبير من مستشفيات الإسكندرية بالإضافة إلى الضحايا، وما زال هناك عدد من المصابين ما زالت حالاتهم حرجة بشكل كبير، وربما يكون العدد مرشح، عدد القتلى مرشح للزيادة في الفترة القليلة القادمة. محمد، كيف ترصد رد فعل الشارع تجاه هذا الحادث؟ أستطيع أن أقول أنه رد فعل الجمهور الذي قابلناه بالقرب من الحادثة كان فزعا حقيقة، لأنه يعني هناك العديد الذين شاركوا في رفع القتلى وفي يعني مساعدة المصابين في الوصول إلى سيارات الإسعاف ثم الوصول إلى المستشفيات. كان هناك حالة فزع من الناس القريبين، وهناك حالة ربما غضب من يعني غضب عام تستشفينها من وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مما حدث، لأن الإشارات كلها ربما تشير إلى سيناريوهات أخطاء ربما فنية وربما إدارية في هذه الحادثة التي لم تتكرر تقريبا منذ عقد من الزمان، حادثة العياط التي حدثت منذ 11 عاما وراح ضحيتها 30 قتيلا، كانت واحدة من أسوأ الحوادث. هناك واحدة أخرى في 2002 راح ضحيتها 350 فردا. إذن أعتقد أنها يعني أحد أسوأ الحوادث التي حدثت بالقطارات في هذه الأونة. في مصر يعني عقب كوارث كتلك التي عددتها، من الملاحظ اتخاذ قرارات مهمة ومؤثرة كإقالات مثلا أو تغيير نمط إداري أو أنظمة تشغيل، هل يتم الحديث عن هذا؟ بالفعل وزير النقل المصري أوقف عددا من المسؤولين بهيئة السكك الحديدية حتى انتهاء التحقيقات، وأيضا قال لنا في لقاء خاص لبي بي سي أن هناك تفريغا يحدث لما يسمى بالصندوق الأسود للجرارات الأساسية للقطارين حتى يتم الوقوف بشكل حقيقي على أسباب الحادث. يعني هذه الصناديق السوداء تحمل النقاط الأساسية للإشارات وتحمل أيضا السرعات التي كان يسري بها كل قطار، وإذا بالفعل كان هناك قطار متوقف وقطار سريع أتى من خلفه ليصطدم به هذا الاصطدام المروع أم لا، ومن هو السبب في ذلك. واستطاع أيضا وزير النقل أنه قال لي أن استطعنا أن نقنع السائق الهارب الذي اصطدم بالقطار بالمثول أمام جهات التحقيق، وربما ذلك يساعد جهات التحقيق بسرعة على الوصول والوقوف على أسباب على حقيقة الأمر. شكرا جزيلا من الإسكندرية مراسل بي بي سي محمد حميدة.